كيف أصبحت لقمة العيش في بور سعيد؟ هل يمكن أن تصبح بور سعيد هونج كونج الشرق فعلا؟ ما زلنا نتواصل معكم. ما زلنا نتواصل معكم من المدينة الباسلة، مدينة بورسعيد، وأيضا من ميدان الشهداء، حيث قابلنا مصادفة الحاج سيد. وطلع الحاج سيد نقيب البحارة في بورسعيد، أحد أبطال 76. هنتكلم مع عم سيد، نشوف مشاكل وهموم عم سيد نقيب البحارة في بورسعيد. أهلا بيك يا عم سيد. أهلا بكم في بورسعيد، وبتكشفوا الظلم عن البائسين. بورسعيد كانت بورسعيد، ده الزمن الجميل راح خلاص. الزمن الجميل شفنا في العز، وزمان الزمان ما عادش زي زمان خلاص. احنا كانت الناس بتتباهى بينا. ليه يا حاج زيد؟ الزمان ما عادش غير الزمان. احنا كنا بنسافر بره وبنجيب اللي احنا نفسنا فيه، وعيالنا كانوا متنزهين ومكرمين، وما كانش حد يسالنا في حاجه. لكن النهارده في نسبه ركود جامده في بورسعيد على مستوى الجمهوريه، مش عندي بورسعيد بس، عندي على مستوى البحاره في الجمهوريه. ده حقيقي، في ركود في البلد كلها، دي ركود في البلد كلها وارتفاع في الاسعار، لازم نعترف. يعني النهارده انا باخد معاك 700 جنيه. انا باخد 700 جنيه، والست بتاعي بتعالج في معهد الاورام. كل يوم بتسافر بتاخد علاج، وبتسافر الاسماعيليه. اللي حبيت اقابل السيد محافظ بورسعيد. شايف في ايدك باسبور كده اسمر؟ ايه الباسبور الاسمر؟ ايه قصه الباسبور؟ سفر بحري. بلف انا. هات كده الكاميرا، هات الكاميرا كده على الباسبور الاسمر ده. ده باسبور؟ ها؟ جواز سفر. ده اسمه جواز سفر بحري اهوت، بتاع عم سيد. ده بيدوه للبحاره؟ بيدوه للبحاره؟ ده بمعدل بكالوريوس. ده بمعدل بكالوريوس. قايبين اول وورد. انا لفيت العالم، انا لفيت العالم ما تلاقيتش. انت قلت لي انك نقيب البحارين. كم واحد بحار؟ يعني كم واحد؟ احنا عندنا في مصر اكثر من 118 الف بحار. 118 الف؟ معظمهم نايمين في العنايه المركزه، ومعظمهم لهم اواضي في شركات، ومش غادرين. شغالين دلوقتي ولا عاملين ايه؟ فين؟ مش شغالين، هم جايبين بتوع الدوده وبيشغلوهم مكاننا. انا بطالب السيد محافظ بورسعيد، بطالب السيد محافظ بورسعيد والمسؤولين في جمهوريه مصر وعن النقل البحري. واحد. احنا عندنا في مصر اكثر من 118 الف بحار. 118 الف؟ معظمهم نايمين في العناية المركزة، ومعظمهم لهم أواضي في شركات، ومش غادرين. شغالين دلوقتي ولا عاملين ايه؟ فين؟ مش شغالين، هم جايبين بتوع الدودة وبيشغلوهم مكاننا. أنا بطالب السيد محافظ بورسعيد، بطالب السيد محافظ بورسعيد والمسؤولين في جمهورية مصر وعن النقل البحري. يا أستاذنا لازم يفهمهم، وزارة القوى العاملة ما تعينش حد بره بورسعيد. ثروات الشعوب في شبابها، أنا ومدى خطر العمر، لكن ابنك وابني وابن تاني من اللي هيتعمل؟ اشتغلت بحار امتى يا عم سيد؟ من امتى وانت بتشتغل بحار؟ وانا عمري 18 سنة. من 18 سنة وانت عمرك 18 سنة؟ انا عمري 73 سنة، وانا بسافر بره. ايه مشكلتكم تحديدا؟ انا عايزين نوصل صوتك للمسؤولين فعلا. مشكله البحاره ايه في بورسعيد تحديدا دلوقتي؟ البحاره جلب فرص العمل. احنا عندنا فرص عمل هنا في بورسعيد. تنخيب البترول، انا ما عنديش مانع ان ابنك وابني يشتغلوا. ما عنديش مانع ان انا اشتغل اعلمه، اطلع انا رئيس بحري وابنك ما يعرفش حاجه، اقف جنبه واعلمه. مش عيب. بتحلم بايه لبورسعيد؟ انت كمواطن كده. انا بامل، أنا بأمل، أي هوب ذات فور ماي جاد. إيه تاني يا عم سيد؟ تاني يا عم سيد، عشان أنا ثقافتي برضه على قد. أنت أي هوب ذات فور ماي جاد.
ان باتل فور ذا رايت اوف ذا فريدم. انا بامن من ربنا ونضل من اجل الحق. انا بطلب من السيد محافظ بورسعيد يعمل جلسه طارئه معايا ومع القوى العامله عشان انظم الشغل ده. حرام البطاله 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 البطاله. ويشوف حل الناس اللي نايمه في العنايه المركزه، ما فيش حد بيخبط عليها. يعني انا معدي بظروفي، انا معدي بظروفي وتلاقيت البرنامج لقمه عيش. قلت لصاحبي تعالى اما نشوف لقمه العيش دي اللي احنا مش لاقينها، اما ناخد 700 جنيه واجي اقابل السيد المحافظ والسكرتير الخاص يقول لي احنا ما بنقابلش حد. ده انا بطل حرب اكتوبر، ده انا البطل الوحيد اللي المحافظ اللي قال لك ما قابلش حد؟ السكرتير الخاص بتاعه. السكرتير العام. لا الخاص بتاعه. سكرتير مدير مكتبه يعني. انا النهارده بطل حرب اكتوبر يا استاذ. انا اعرف ان سياده المحافظ اللواء عادل غضبان فاتح مكتبه للناس كلها وبيعمل لقاءات جماهيريه كل اسبوع مع مع المواطنين. فاكسات انا معاه 13 فاكس لمقابلته عشان يشوف حالي. طيب انا ما معيش، مراتي تموت خلاص خلاها تموت، يبقى اللي هي في البلد دي يموت. لا ما في نظام تامين صحي يا حاج، وان شاء الله ربنا يسهل. ما عنديش تامين صحي. في نظام التامين الصحي هيبدا تطبيقه في بورسعيد. طب هي عيانه، عيانه بالسرطان، طب اروح لمين اشتكي له؟ السيسي قال لنا والسما كلنا نسهر ونخاف عليها ونسهر بعضنا. ولا كلام غلط. اشكرك يا حاج سيد. انا ببعت رساله الى محافظ بورسعيد ورقم تليفوني حدهولك يتصل بيه عشان نقعد معه القوى العامله وليا فلوس